السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسعنا بأكلات الزيت لأن الدنيا صيف وشوب كتير، وأكلات الزيت بتكون كتير طيبة، خاصة تتاكل كمان برد ما بدها تسخين، وبتكون طريقة التحضير تبعتها كتير سهلة، وشفت بتكون في خضرة كتير بالصيف، مشان هيك بتكون هاي الأكلات نحب نسويها بالصيف كتير. وكمان يعني لازم تكون الأكلة طيبة، أنا ما عم بسوي أكلات مي طيبة، صدقوني الأكلات اللي عم بسويها لو ما كانت طيبة ما بنزل الفيديو. على كل اليوم كمان أكلتنا سهلة وبسيطة وبالزيت، ورح أساوي جنبها برغل أو رز حسب ما أنتم بتحبوا، بس أنا بدي أساوي برغل. هلا قبل ما نحكي عن الأكل بدي أتشكركم كتير لدعمكم لقناة صديقتي أم أسامة، وشكرا كتير لكم، ويا ريت تضلوا تروحوا وتزوروها وتدعموها، وشكرا كتير كتير. وانا ما عم بحكي هذا الحكي لاني هي رفيقتي او صديقتي، لا والله انا عم بحكي لانها فعلا قناة مفيدة جدا، وهي صاحبة القناة انسانة محترمة كتير كتير. اسم القناة تعلموا الانجليزية من الحروف الى الاحترافية، وراح تلاقوا الرابط بصندوق الوصف ان شاء الله وبالتعليق الاول. وهلا خليني ابدا بتحضير الطبخة. طبختي بدها زيت زيتون، بدها باذنجان هو الاساسي، فليفله حمراء، ثوم، بصل، فليفله خضراء، بندوره، فليفله ناعمه مطحونه، ملح، مية فرنجي او معجون البندوره، وهون عندي رشه صغيره الاوريجانو او الزعتر الاخضر، رشه صغيره بتعطي طعم للاكل كتير طيبه، اذا موجوده استعملوها واذا ما موجوده بصير بلاها. هلا بدي اروح على التجهيز والفرن وارجع لكم. وهلا هيك خلصنا كل شيء، خلصت الباذنجان والفليفلة، هون عندي كيلو باذنجان، ثلاث بندورات، بصلتين، قرنين فليفلة أو قد ما بدكم أنتم تحطوا فليفلة، من الخضرة والحمرة. هلا هون الباذنجان أنا قشرتهم هيك لأورجيكم شلون، منشان هيك أنا بخليها هي التاج هذا بخليه منشان تضل ماسكة حالة وما تنهمس معنا. هيك مثل ما انكم شايفين يعني يطلع منظرها حلو. وهلا خلينا نبدا. هلا هون بنجهز طواية على النار وبنحط لها وقلاي، بنحط لها شوية زيت زيتون مثل ما بتكون زيت زيتون، زيت نباتي بس الصحي أكثر والأطيب زيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا مباشرة رأسا لما بنحط الزيت، خصوصي زيت الزيتون، رأسا بنحط الشي اللي بدنا نقليه، إن كان بصل وإن كان ثوم، رأسا بنطب منشان ما تروح فوائد الزيت بعد ما يحمى. هيك بنحط البصل، بسم الله مثل ما انكم شايفين بصل، البصل مفروم جوانح، بسم الله. هلا انا حطيت زيت نباتي، استنيته ليحمى وبدي اقلي الباذنجان، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للباذنجان اللي بريد يقليه مثلي هو بكون اطيب بس مو صحي، واللي بريد يدهنه بزيت الزيتون ويصفه بصينيه على ورق الزبدة ويحطه بالفرن، شغل من فوق وشغل من تحت وهيك بيكون صحي. وعلي هيك بيحبوه قلي، مشان هيك رح اقليه قلي. بعد ما دبل البصل شوي بدي احط الثوم، هدول خمس ست سنون ثوم مفرومين، تريدوه مهروس تريدوه مفروم هيك طعمته اطيب ومنظره احلى، بسم الله. هلا بعد ما حطينا الثوم ثواني بنحط الفليفله الخضراء والحمراء، بسم الله. انا فليفله خضراء ما كترت لاني حطيتها حبه، بس حبيت اورجيكم شلتش تلوشه وارتغت، شايفين ارتغت الدنيا كمان الاراضي بالزيت النباتي. ليش قلت لكم؟ مشان ما يصير فيكم مثلي، البنجانات كان لازم ابخشهم بخشين ثلاثه هيك بالسكينه قبل ما اقليهم، ما يضلوا هيك صاغات، مشان هيك استووا شوي وبديوا بقى يطرشوا لبرا، بقى انتبهوا ما يصير فيكم مثلي. وهلا هيك بعد ما خلصت ورجعت الدنيا مثل ما كانت واحسن، يا ما قشره وغرتغت، يلا الحمد لله على كل حال هيك ولا غير شيء. شايفين هاي البنجان حطيته اول شيء بالمصفي، صفيت الزيت منه وبعدين حطيته على محارم مطبخ او مناديل مطبخ. ونرجع للاكله، بعد ما حطينا فلفله خضراء وحمراء وبصل وثوم خلينا نحط البندوره، بسم الله الرحمن الرحيم. بندورة مقشرة ومفرومة ناعم، تطلع منظرها أحلى وبتستوي وما بتبين هيك بالأكل شقف.
هلا بنحط ملح حسب الرغبه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تقريبا معلقه صغيره مليانه. ونحط المي الفرنجي ما راح نكتر، كمان معلقه صغيره مليانه. بسم الله الرحمن الرحيم. او معجون الطماطم، وهي الفلفله الحمراء كمان معلقه صغيره. ونحط الزعتر الاخضر او الاوريجانو مثل ما قلت لكم، شوي صغيره يعني ربع معلقه صغيره تقريبا. خلكم شوي مع بعض. بسم الله. وهلا هيك بعد ما التبله صارت او الحشوه استوت، نفتح هيك البانجانه، بتنفتح بمنتهى السهوله مشان نحط فيها الحشوه. بسم الله. هلا وناخذ من هالحشوه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبنحط هيك بقلبه. بسم الله. هلا هيك انا زاد عندي حشوه مثل ما انتم شايفين، هي زادت عندي اجزاء سايفيه. هلا بحطها على الغاز او لبكره بشيلها بالبراد، المهم بحطها على الغاز، بخلي تنشف هي المي كلها تنشف، وبعدين بفقي لي فوقها كم بيضه، اربع خمس بيضات، وهيك بتصير اطيب جزمز او شو بيقولوا لها شكشوكه. هلا اللي بده الحشوه اللي زادت يحطها معها كمان بصير، بس هيك رح تضيع طعمه البانجان، يعني رح تصير التبله كثيره، مشان هيك انا ما بدي احطها مثل ما قلت لكم سويها جزمز. بسم الله. هلا هيك الصينيه صارت جاهزه، انا اخذت شوي من الصوص اللي كان فوق الحشوه، وبدي هلا انا اسوي لها الصوص. ما بدها شيء، معلقه مي فرنجي، معلقه وحده مسح يعني مي مليانه، وكاسه مي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي كمان رشه ملح صغيره، يعني شيء نص معلقه صغيره ملح حسب الرغبه. بسم الله. يعني مي عاديه من الحنفيه. وهلا الفرن، انا حميت الفرن على درجة حرارة 200، بدي ادخل الصينية بحيث بس تاخذ لون، يعني هلا كل شيء فيها مستوي، بس هيك تاخذ لون، وشوي الصوص اللي حطيناه شوي يتعقد. نوزعه هيك. بسم الله. شايفين كثير خفيفة، الصوص بكون كثير خفيف يعني ما تقلوه. بسم الله. هلا بدي ادخلها على الفرن وابدا بالبرغل، اجهز البرغل. هلا انا للبرغل حطيت معلقة سمنة، معلقة هيك مليانة شوي، وبدي احط كمان شوية زيت زيتون، يعني نصف فنجان تقريبا او ربع فنجان هيك شيء. بسم الله. هلا هي عندي هون كاستين برغل، برغل خشن، يعني البرغل ما وحبتهم، يعني هيك مثل ما انتم شايفينه حبة خشنة. هذا للطبخ للفلفل، يعني هيك بفلفله جنب الاكل او بنطبخه جنب الاكل. واذا بدكم برغل بالشعيرية، انا ما بدي احط شعيرية، بتحطوا كاسة شاي الشعيرية لكاستين برغل. بتحطوا الشعيرية اول وبنحمصها لبين ما تاخذ لون الاشقر او الذهبي، وبعدين بنحط البرغل وبنحمصه كمان شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا كل كاسه من البرغل بتاخذ مي، كاسه وثلاث ارباع مي، يعني كاستين الا ربع مي كل كاسه برغل، نفس الكاسه اللي عم نعير فيها. واذا في شعيريه كمان حطينا شعيريه، معناتها الشعيريه كاسه الشعيريه بدها كمان كاسه مي، مقدار كاسه مي. اللهم صل على النبي، عايز الله شيء ترى. بسم الله الرحمن الرحيم. بس تخبطت. يلا هلا نحمصها على نار عاليه، بس هيك اذا حمصته بيطلع طعمته كثير طيبه. هيك بعد ما حمصته شوي هيك وكمان طلعت ريحته كثير كثير طيبه، شايفين؟ بنحط له مي سخنه، المي تبعته بدها تكون سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. والملح حسب الرغبه، انا بدي احط تقريبا معلقه ونص صغيره. بسم الله. وكمان هي اضافه من عندي، جربوها بتعطي ريحه كثير طيبه وطعمه كمان كثير طيبه، نص معلقه صغيره بهار السبع بهارات، حطوها مع كل مره بتفلفلوا فيها برغل وشوفوا شلون الريحه والطعمه. بسم الله. هيك بدي اتركه على نار عاليه لوقت ما يشرب شوي من ميته، يعني ما كثير، بس يشرب شوي من المي، بوطيه مثل الشمعه وبغطيه وبتركه تقريبا 20 دقيقه مع المراقبه، يعني 20 وشوي هيك 22 23 دقيقه بيكون صار جاهز. بسم الله. شوفوا لي بقى هاي الاكله صارت جاهزه، شايفين شلون؟ بس هيك اخذت وش اخذت لون هيك من على الوجه، منظومه. والبرغل كمان استوى، الريحه بتغرف القلب، ريحه البرغل والاكله طلعت من الفرن. هلا البرغل انا بعد ما بيستوي بتركه 10 دقائق ليتهدى ليرتاح شوي حتى يتفلفل فلفله. وهي الاكله اليوم علي بده يجي ومعه ضيف كمان، راح احطها قدامهم مع ملوخيه ورز، عشان هيك هي صيت لها برغل. بس صدقوني بالبرغل كتير طيبة، وهيك رشة بقدونس، شوفوا لي على هالمنظر والطعمة. وهلا ليجي علي يكون هيك بردت شوي مشان يقدر يدوق.
يلا هيا علي اجا وقت الدعاء. بسم الله يلا مرحب. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر في اخبار جديده. يلا ماشي بستنى شوي. ايش بدنا ندو يعني ما ندو ايش بريد. بسم الله يلا ماما سمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. دو هالبرغر ريحتها ريحة البلغر كتير بيغرفوا القلب. شوفوني على المنظر. بسم يلا الله سمي. بسم الله كمان انا بحب اكله غمس. بتتاكل غمس جنب برغر رز مثل ما انتم بتحبوا. كتير طيبة رائعة. شوفولي على هالمنظر. البنجان عم يدوب دوبان. بسم الله. وهيك الأكلة صارت جاهزة وهي البرغل كمان. شي كتير طيب صدقوني جربوها وإن شاء الله رح تدعولي. فعلا طيبة كتير ومغذية وكتير سهلة بنفس الوقت. وإذا عجبتكم لا تنسوني بالاشتراك ولايك وتعليق هيك حلو مثلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.